قبل البداية في أي شيء ما ننساش ندعي لإخواتنا في دولتنا العربية إن ربنا يقف معاهم وربنا يحميهم ويعدي أزمتهم على خير. رغم التعادل منتخب مصر بيبين أداء رائع جدا في أرضية الملعب النهاردة، منتخب مصر بيلعب بأداء عالي جدا 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 في أرضية الملعب النهاردة، منتخب مصر دفاعيا كان عالي جدا في حراسة المرمى من بداية الشناوي اللي شال كورتين ثلاثة قبل هدف التعادل، ولكن لولا هدف التعادل كنا هنطلع فرحانين النهاردة، وبالذات أنا طالع دلوقتي وانا فرحان لان منتخب مصر عمل اداء عالي. منتخب مصر لعب من الدقيقه 30 للدقيقه الاخيره ناقص لاعب وما حسيناش بالنقص ده، لولا ان لو كان اللاعب ده موجود كنا عملنا اداء افضل من كده، ولكن تعادل مرضي نوعا ما للطرفين، ولكن منتخب مصر اداء عالي جدا. منتخب مصر بيعود مره اخرى للاداء الكويس جدا كرويا بقى دفاعيا وهجوميا، وماسك خط الوسط وماسك الكوره وكان هو الاخطر. خلينا ندخل الفيديو بتاعنا ونتكلم في التفاصيل ونتكلم بتفاصيل اكتر واكتر، وعشان نشوف ليه منتخب مصر اتعادل النهارده امام الجزائر بالرغم ان هو عمل اداء عالي جدا 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 النهارده. فخلينا ندخل على الفيديو بتاعنا. لما ندخل خليك في الملعب دايما مع ملعب فتحي، لايك فيديو سبسكرايب قناه، ويلا بينا نتكلم بكل تفصيله عن مباراه مصر والجزائر. في معسكر الاشقاء منتخب مصر يختار منتخب الجزائر ليمثل الوديه الثانيه في معسكر الامارات اللي بيتلعب في ابو ظبي. فعلا المباراه بتتلعب النهارده ومنتخب مصر بيتعادل، او منتخب الجزائر بيتعادل مع المنتخب المصري بهدف مقابل هدف. الفرقتين عملوا مباراه رائعه جدا. بداية المباراة كان منتخب الجزائر هو اللي ماسك كرة، منتخب الجزائر هو اللي مسيطر على أجواء المباراة، منتخب الجزائر هو اللي نازل ضغط، منتخب الجزائر كان عايز يباخد منتخب مصر وعايز يسجل هدف بدري، ولكن ده كله ما حصلش، ودفاعات منتخب مصر في بداية المباراة كانت صامتة وحتى هدوء وهدنة المهاجمين الجزائريين. ده كله حصل لحد مثلا قبل طرد محمد هاني بشوية. وعلى سيرة طرد محمد هاني، فمحمد هاني بتدخل عنيف بيطرد النهاردة في الدقيقة 30 بعد كورة ملعوبة عالية وهو بيشبيه داخل يجيب الكورة، ما خدش باله ان في لاعب من الجزائر، اكيد 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 هو مش هيدخل التدخل ده، وهو شايف ان في لاعب سواء بقى من الجزائر او اي فريق بيلعبه مفيش لاعب هيدخل التدخل ده، وهو شايف ان في زميل ليه في ارض الملعب واقف ورجله ممكن تلبس كلها في وشها في وشه. حصل خير والحمد لله انه عدل على خير، ولكن طرد نوعا ما مستحق وطرد نوعا ما ممكن حكام تانية تقول لك لا، ولكن هو التدخل باين ان هو عنيف وكورة عنيفة ولعبة بانت ان هي عنيفة امام الكاميرا، فكان لازم حكم اللقاء بقرار صحيح جدا انا شايفه من وجهه نظري ان هو يطرد محمد هاني في الدقيقه 30، مع انه مباراه وديه كانت ممكن تعدي، ولكن علشان تلعب مباراه نظيفه عشان تلعب بتحكيم نظيف جدا طبق القانون والحكم طرد محمد هاني في الدقيقه 30. قلت لك قبل الدقيقه 30 كان منتخب الجزائر هو اللي ماسك الكوره، كان هو اللي مسيطر على اجواء المباراه، كان هو اللي بيحاول كتير جدا على مرمى الشناوي بتسديدات بقى بعرضيات ما كانتش بتوصل، ولكن كان اكتر حاجه خطيره جدا لمنتخب الجزائر هي التسديدات، ولكن مفيش خطوره كانت على مرمى الشناوي في الشوط الاول كله. يعني الشوط الاول كله خطوره فعاله وخطوره حقيقيه على مرمى الشناوي لا يوجد في الشوط الاول، ولكن بقى الخطوره الفعاليه والخطوره القويه جدا جدا اتت عن طريق منتخب مصر بهجمتين في الشوط الاول. كره بتتلعب من تريزيجيه لمحمد صلاح، محمد صلاح اللي بيعبها تشيب جميل جدا جدا من فوق حارس مرمى منتخب الجزائر، ولكن اللي تشيب دي والكوره بتوصل للعرض علشان ما تخشش جون، وكانت دخل جون كان هيبقى جون رائع جدا جدا جدا، لان محمد صلاح استلم الكوره ومش شايف الملعب، لمح ان الحارس جاي عليه فلطشها ولعبها من فيه، ولكن نزلت على العارضه ونزلت وخرجت بره منطقه الجزاء، ولكن هي دي كانت الكوره الاولى لمنتخب مصر. بعد كده منتخب مصر وصل بانفراد عن طريق مصطفى محمد، ولكن ضاع والمدافع الجزائري هو اللي شالها من على خط المرمى، كرة خلاص رايحه فهو راح شايلها بعد ما عدت من حارس المرمى كمان. فدول الكورتين اللي ممكن تقول عليهم هم اخطر كورتين في الشوط الاول، هم اخطر كورتين بالنسبه للمنتخبين، لان زي ما قلت لك ان منتخب الجزائر ما عملش كوره خطيره على منتخب على مرمى منتخب مصر في الشوط الاول، فعشان كده ان منتخب مصر هو الاكثر فاعليه في الشوط الاول، ومنتخب مصر هو الاكثر صموتا في الشوط الاول، منتخب مصر هو الافضل تركيزا في الشوط الاول، فعشان كده ان الشوط الاول كان عالي جدا 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 من منتخب مصر. الحقيقه مش الشوط الاول بس، ده كانت كل المباراه منتخب مصر هو الافضل، منتخب مصر هو اللي مركز، منتخب مصر هو اللي لعب كوره كويسه جدا في ارضيه الملعب، منتخب مصر هو اللي مستحوذ على كوره، منتخب مصر لا بلاش مستحوذ على الكوره لان الجزائر كانت هي شويه بردك استحواذ، فخلينا نسيبك من مستحوذ على الكوره، هو اللي مسيطر على ميدان الملعب، هو اللي مسيطر على نص الملعب، هو اللي بياخد كوره وبيعرف يوزع لعيبته، هو اللي بياخد كوره وبيلاقي لعيبته فيها مساحات، ده كله كان بيعمله منتخب مصر النهارده في مباراه النهارده امام الجزائر، المباراه الوديه الثانيه في التوقف الدولي. ولكن بقى منتخب الجزائر لعبها صح، لعبها ازاي صح؟ قال لك المنتخب المصري عنده طرد، المنتخب المصري هيلعب ان هو عايز يسجل، اي نعم هيلعب وبيلعب افضل مننا، فسيب له الكوره شويه او سيب له اللعب شويه ان هو يجيب اللي عنده والبدنيه تقع. ايوه هي دي اللي خسرت منتخب مصر النهارده
هي هو الجانب البدني، لان الجانب البدني عند لعيب منتخب مصر بعد الدقيقه 75 او بعد الدقيقه 80، لان ان منتخب مصر ابتدى ان هو اللعيبه تقف وابتدت اللعيبه تتراجع وتسيب الكره للمنتخب الجزائري. ولكن لو كان في مثلا كنا كاملين مثلا، او كان في مثلا ان اللعيبه يبقى ليها زي مثلا ان في روتيشن ما بين الماتشين، وان اللعيبه تبقى يعني بدنيا اقوى من كده كمان، كان ممكن ان المباراه النهارده تخلص لصالح منتخب مصر، كان ممكن يسجل الثاني كمان. ولكن بعد هدف اللي سجله لاعبنا حمدي فتحي بعد الهدف ده بقى احنا ما وصلناش على مرمى الجزاء غير في كوره مرموش، هي بس دي اللي وصلنا بيها، وهي دي بس الكوره اللي احنا مسكنا فيها كوره ما قبل هدف تعادل الجزاء. ان بدنيه منتخب مصر وان الجانب البدني عند منتخب مصر وقع في الشوط الثاني، ما كنا هنكمل المباراه، وكنا ممكن نكسب المباراه بنتيجه 2-0 على الاقل. زي ما بقول لحضرتك كده، هو الجانب البدني هو السبب الاول والرئيسي فيها في تعادل منتخب مصر النهارده. ولكن الطرد برده كان مؤثر، بس ما شفناش تاثيره بصفه عاليه قوي زي الجانب البدني اللي انا بكلمك فيه. فعشان كده منتخب الجزائر استغل ده بقى، وبعد احراز هدف لمنتخب مصر، منتخب الجزائر ابتدى ان هو يستحوذ على الكره، وابتدى ان هو يمسك كره، وابتدى ان هو يزنق منتخب مصر في مناطقه الدفاعيه، ووصل اكتر من مره قبل ما يسجل هدف، والشناوي شال له انفرادين، والدفاع كان بيشيل، وكنا صامتين. ولكن كرة بتتلعب عرضية وبيلعبها المهاجم بتاعهم، بتسكن الشباك، بعد ما الشناوي كمان بيشيلها بتعدي من تحت ايده وبتسكن الشباك، معلنة هدف التعادل للجزائر. وساعتها انا زعلت قوي، لان الاداء بصراحة كان لازم يتوج بالفوز. ولكن منتخب مصر منتخب عالي جدا 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 النهارده، وعمل اداء كويس جدا 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 النهارده، واداء رائع ومنتخب عالي. انا استمتعت بمنتخب مصر النهارده في اداء المباراه النهارده، واستمتعت بالمباراه ما بين منتخب مصر ومنتخب الجزائر. ولكن كان الاستمتاع يبقى اكبر من كده بكتير لو كان حصلت لقطه، وانتوا عارفين اللقطه دي انا كنت عايزها على ايه. ولكن هم قال لك الكوره مالهاش دعوه، فمالناش احنا دعوه بيهم، واحنا هنقدم اللي احنا نقدر فيه. فعشان كده بقول لك ادعي لاخواتنا في دولتنا العربيه. منتخب مصر بيتعادل مع منتخب الجزائر، او منتخب الجزائر بيتعادل مع منتخب مصر، وهي دي الاصح، لان منتخب الجزائر هو اللي تعادل مع المنتخب مصر. تخلص المباراه ما بين المنتخبين العربيين، قمه عربيه، كانت في مباراه في اطار ودي، ولكن كانت مباراه رائعه جدا، مباراه ممتازه جدا، مباراه فيها اداء فني وفكر فني من الاثنين مدربين رائع جدا، ومباراه استمتعنا بيها استمتاع عالي جدا جدا جدا. وبالذات منتخب مصر النهارده عمل مباراه رائعه جدا، مباراه ممتازه جدا. عايزين المشاهد، عايزين المتابع، لو عجبك الفيديو بتاعنا خليك ملعب دايما معانا فتحي، لايك الفيديو، سبسكرايب في القناه. دمتم في امان الله.